قاعدة ركي ميه محتاج في الكيسة مش محتاج تأشيرة ولا فيزا بكرة باص في نص جنيه يلا بسرعة طواف الليل يلا بسرعة طواف الليل مش عايزينك مش عايزينك رابي تحطني بيننا وبينك مش عايزينك مش عايزينك دم اخواتنا بيننا وبينك الشعب يريد اسقاط المشير الشعب يريد اسقاط المشير يا جماعة بعد اذنكم اللي لسه في صحة يروح لطلبة حرب عظيمة متطوعين ولاد وبنات لو سمحتوا حد يتجه على طلبة حرب بس 20 ولد و20 بنت أيام الثورة ال 18 يوم اللي احنا كنا قاعدين كنا لما بنقول عايزين نتطوع وتطوع واحد كان بيجي 1000 كان بيجي 1000 احنا تعبنا يا جماعة تعبنا عايزين 20 متطوع دلوقتي عند بوابة طلبة حرب 20 متطوع انا مش شايف حد ماشي خلاص كده كفايه كده كفايه